السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرار سعد فرج، تدريسي في كلية المأمون الجامعة قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم في الجانب العملي، هناخذ التجربة الثالثة لمختبر تحليل الدوائر الكهربائية. عنوان التجربة الثالثة Series RC Circuit، دائرة الـ RC التوالي. ما هو الهدف من هذه التجربة؟ الأوبجكتيف. الهدف من هذه التجربة راح نفحص العلاقات الريليشنشيب، علاقات بين التيار والفولتية، الفولتج and current بالنسبة لدائرة الـ RC series، اللي هي الـ R مقاومة resistance والـ C capacitor، مربوطات المقاومة والمتسعة على التوالي series. من خلال هذه التجربة راح نعرف شلون نكون امتداد القانون كيرشوف، استخدام قانون كيرشوف current law في دوائر الـ AC circuit، دوائر التيار المتناوب، استخدام قانون الكيرشوف current law. كذلك هنا عندي يعني التجربة هي الـ R والـ C. احنا اخذنا خواص الـ characteristics الخاصة، خواص المقاومة الـ resistance. قلنا ان المقاومه الريزيستنس هي انه يكون الفولتيه والتيار ان فيز، على فيز واحد، هذا الفيز يكون التيار والفولتيه الاي والبي ان فيز، يعني ماكو هنالك فيز شيفت، ماكو الزاويه تساوي صفر. هنا الزاويه عندي يكون التيار والفولتيه متطابقات فالزاويه صفر. هذه خواص المقاومة الريزستر. فإن هدف هذه هدف الأوبجكتيف، الهدف أو الجولز، الهدف من هذه التجربة الثالثة سيريز آر سي سيركت، هو إحنا نفحص العلاقات ريليشن شيب بين التيار والفولتية في دائرة الآر سي سيريز. فخواص المقاومة قلنا إنه الفولتية والتيار يكون متطابقات إن فيز، إن فيز هاي دائما يكون إن فيز، ماكو زاوية بيناتهم. بينما خواص المتسع الكاباسيتر تكون فولتية المتسعة الـ VC متأخرة، لاج متأخرة عن تيار الـ IC، تيار المتسعة الـ IC بمقدار باي 90 درجة. فهذا هو الخواص اللي راح ندرسه من خلال التجربة هذه، من المقاومة تيار الفولتية العلاقة بيناتهم ان فيز تكون. اما علاقة المتسع الكاباسيتر خواص مالته ان تكون الفولتية المتسعة لاج متأخرة عن تيار المتسعة بمقدار زاوية 90 درجة. نجي الى البروسيجر لهذه التجربة. هذا هو البروسيجر طلاب، العمل، خطوات العمل. النقطة الاولى، احنا هذه بما انه راح يكون عندنا التجربه تكون نظريا سيموليشن، راح نربطها استخدام برنامج الباور سيموليشن. فهاي النقطه الاولى يقول لك ذكرهم بالمختبر، من ربطنا التجربه الاولى كان حضوريا العملي. فانا كان عندي بوكس، صندوق بي، شنو كان صندوق بي؟ مقاومه وملف ومتسعه. هذا كان بالمختبر. بينما سكه سيموليشن استخدام باور سيموليشن، فلا، فها عندي قيماني للمقاومة والمتسعة. هذه طلاب هي الدائرة راح نبنيها، كونستراكشن، نبني هذه الدائرة للتجربة الثالثة اللي هي RC series، نربطها باستخدام باور سيموليشن. تتكون هذه الدائرة من مقاومة R ومتسعة C مربوطات على التوالي. قيمة المقاومة 2 كيلو، يعني 2000 اوم، 2 كيلو اوم. وقيمة المتسعة 1 مايكرو فاراد، هاي افرض منها من القيم 1 مايكرو فاراد. يعني 1 في 10 اس ناقص 6. عندنا انا مربوط فولت ميتر على التوازي على المتسعة كروس كاباسيتر،
هاي فولتية السي. وهنا تيار أو أميتر مربوط على التوالي يقيس للتيار، يا تيار تيار I1 من خلال عندي جدول، هذا هو جدول فولتية المصدر، هذا فولتية المصدر الـ AC هي الـ B source، راح أغير قيمتها، مرة أخذ 25 مرة 50 مرة 75 ومرة 100. من خلال هذا من غير القيمة راح يطلع عندي قيمة التيار، من خلال ربط الأميتر يطلع عندي قيمة التيار عندما تكون فولتية المصدر 25، قيمة التيار أيضا عندما يكون مصدر فولتية المصدر 50 وهكذا. فهذه النقطة الثانية، إنه أبني الدائرة باستخدام برنامج باور سيموليشن. أنا كاتبيها باستخدام البريد بورد with chamber wires، هذا كان حضوريا فبالمختبر عندي بريد بورد وchamber wires فأقدر أربطها، بينما أنا كإلكترونيا لا، فباستخدام برنامج باور سيموليشن أربطها مباشرة. النقطة الثالثة من خطوات العمل، أحسب التوتال امبيدنس، هذه التوتال امبيدنس قانون اوم فولتية على تيار، عندي هنا الفولتية فولتية السورس وعندي ايضا التيار، عند كل قيمة حيطلع عندي تيار، احسب التوتال امبيدنس. النقطة الرابعة هنا احسب قيمة التيار. النقطة الخامسة من البروسيجر خطوات العمل، راح ارسم درو ذا فيزر دايجرام، ارسم الفيزر دايجرام بين الفولتية والتيار. النقطة السادسة والأخيرة، أحسب الريل اند رياكتيف باور، القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية. نفس التجربة الثانية، هم كان عندنا حساب القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية. طلاب بالنسبة لهذه الزت التوتال امبيدنس، هنا راح أحسبها فولتية على تيار من خلال القيم اللي بالجدول. واقدر الطلاب اقدر احسب هذه قيمه الزت او التوتال امبيدنس احسبها من خلال نظريا، لان هو ايضا طالبه معي الدينانه، احسب قيمه الزت او التوتال امبيدنس نظريا واقارن بين النظري كحسابات رياضيه والعملي من خلال القيم عن طريق هذا الجدول. فهذه خطوات العمل، هذا هو البرنامج باور سيموليشن اللي حستخدمه في تنفيذ هذه التجربة. أنا هنا مسوي فورم خاصة للتقرير، هذه الواجهة التجربة الثالثة سيريز ار سي سيركت. هنا عندي الاوبجكتيف الهدف من التجربة، أنا أكتب الهدف من التجربة. خطوات العمل أنا كاتبها ما يحتاج تكتبها مرة ثانية تعيدها. أول خطوة من خطوات العمل هو أبني الدائرة باستخدام برنامج باور سيموليشن سوفت وير، هذا هو برنامج الباور سيموليشن. افتح فايل جديد، هذا هو برنامج باور سيموليشن. بعد ما افتح البرنامج افتح فايل جديد نيو فايل، يطلع لي هذه الواجهة، كبرها. عندي أنا بالدائرة عندي مصدر، هاي الدائرة التجربة الثالثة الـ RC series، عندي مصدر AC، هذا هو المصدر الـ AC، وعندي مقاومة resistor، هذه مقاومة. عندي بعد شنو أيضا، عندي متسع كاباسيتر، هذه الكاباسيتر، وعندي أميتر، هذا هو الأميتر. هاي الدائرة اللي احتاجها. عندي بعد ايضا شنو هنا بس ما احتاجه بالجدول، اللي هو الفولتية المتسعة، الفولتية على الاطراف المتسعة، ايضا فولت ميتر استخدم، هاي فولت ميتر على الاطراف المتسعة. فهذه طلاب هي الكومبوننت لهذه التجربة، عبارة عن مصدر اي سي ومقاومة ومتسعة واميتر وفولت ميتر.
بس راح اربط التجربة هاي التجربة حربطها هسه باستخدام الواير كونكشن هاي اربطهم على التوالي يجينا عندنا هذا الفولت ميتر على الاطراف المتسعة هاي كملت الربط ايش عندي بعد طلاب بعد ما كمل الربط استخدام برنامج باور سيموليشن سوفت وير ساضع القيم القيم عندي قلنا اول قيمه للمصدر هذه القيمه للمصدر عندي اول قيمه هي 25 فولت فاجي للمصدر اغير قيمته هاي 25 فولت التردد الفريكوانسي 50 هذا اسميه الفولتية في سورس تشيك 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 اوكي تمام طلع عندي هذا المصدر ايش عندي بعد قيمة المقاومة قلنا شو قيمتها حتكون 2 كيلو فانا اسميها اي ار 2 كيلو معناها 2000 اوم 2 3 اصبارة ايضا تشيك انا منتظر عندي بالدائرة طلاب بالنسبة لهذا اللون المقاوم هذا اللون ازرق مو معناه ثابت اقدر اغير هذا اللون هذا من اقدر اغيره من الكلر فرضا خلينا نسوي لون اخضر هاي صار عندي لون اخضر اقدر اغيره حتى ايضا كقيمة خليني ارجع اللون الازرق افضل ستاندر ايضا كقيمة هاي اللي هي ال 200 او ال 2000 اقدر ايضا اغيرها سوي باللون الاحمر هاي تغيرت عندي 2000 اوم عندي قيمة المتسعة 1 مايكرو فاراد هاي الكاباستر سي قيمتها 1 مايكرو فاراد يعني 0.5 × 1 الواحد في 10 ناقص 6 هي 0.5 × 1 ايضا تشيك ظهرت عندي القيمة عندي بعد أيضا هذا الفولت ميتر المربوط على التوازي أو على الأطراف المتسعة شو أسميه هذا فولتية السي فولتية الكاباسيتر أيضا تشيك هاي تغيرت لها قيمة الفولتية المتسعة فولتج كاباسيتر الأميتر أبقيته هو تيار الآي 1 حسب الجدول هنا بالجدول اي 1 ابقي تسميته اي 1 هذا هو الاي 1 شو عندي بعد طلاب؟ عندي اهم عنصر او اهم كومبوننت في ربط التجربة اي تجربة نربطها باستخدام هذا البرنامج باور سيموليشن اللي هو عندي الكنترول التحكم بهذه الدائرة اللي هو هنا عندي عن طريق السيموليشن اذهب سيموليشن كنترول هذا مثل الساعة راح اتحكم بالتايم انا عندي التردد قد التردد انا عندي 50 هذا هنا التردد 50 هرتز التايم شنو علاقته مع التردد التايم شو يساوي 1 على الفريكوانسي الفريكوانسي هو 50 هذا اف يساوي 50 فواحد على 50 ويساوي 0.02 2% هذا معناه دوره واحده one cycle 0.02 اتحكم بالزمن فانا الزمن هو مخليه ستاندر 0.01 انا احوله الى 0.02 علم تطلع لي قمه وقعر بنفس الزمن اما اذا اريد 2 cycle ف 0.04 3 cycle 0.6 4 cycle 0.8 وهكذا انا سبقيها على 0.02 تطلع عندي بس سايكل واحد جزء موجب وجزء سالب قمة وقعر الإشارة الساينوسويدال بالنسبة لمصدر الـ AC الـ Input بعد ما كملت الـ Circuit Control هسه حشغل الدائرة
عندي الكومبوننت اللي هي مصدر ومقاومه متسعه وفولتميتر واميتر، ربطتهم، اعطيت لهم القيم. للمصدر اول شيء 25 بحسب الجدول، اول قيمه 25 فولت، هاي 25 فولت المصدر، والتردد فريكونسي 50 هرتز. وهنا عندي المقاومه 2 كيلو اوم 2000، والمتسعه 1 مايكرو فاراد يعني معناها 0.5 صفاره 1، هذا قيمه المتسعه. وهنا عندي فولتيه المتسعه وتيار 1. انا بالجدول ما راح اكتب قيمه الفولتيه المتسعه، بس انا خليتها افضل عشان اعرف قد تصير عندي قيمه الفولتيه المتسعه. بعد ما كملت وخليت هذا الجزء المهم اللي هو الكنترول، عرفت ايش قد توتال تايم حيطلع لي عندي بالسايكل الواحد تحكمت به، انتهيت من الربط. هسه بقى عندي فقط تشغيل الدائره. قبل الطلاب بالخصاص او بالكونكشن، اذا ذكروا بالفصل الاول مال المحاضره مال ار سي سيريز، ربط المتسعه والمقاومه على التوالي، ظهر عندي الشكل، طلع عندي مال قيمه المتسعه الفولتيت المتسعه طلع عندي بالجزء السالب، ترجعون للملزمه تطلع عندي بالجزء السالب بالاسفل. فهنا راح من اشغلها تطلع عندي القيمه الفولتيه المتسعه تطلع عندي قيمتها بالسالب، مو معناها انه ماكو عندي فولتيه بالسالب، بس هاي معناها اتجاهها بالسالب، الاتجاه هذا الاتجاه معناها حيكون عندي بالسالب. هذا معناها عندي، هنا عندي جزء حقيقي وخيالي، هذا الاتجاه معناه بالسالب، هنا موجب، كذلك هنا موجب، هنا سالب. فماكو فولتيه بالسالب او تيار بالسالب، بس اتجاهها معناها انه بالاسفل اذا بالسالب، واذا بالموجب معناها الاعلى. هسه اجي اشغل الدائره عن طريق هنا الران سيموليشن، عن طريق الران سيموليشن اشغل الدائره. اما اريد ان يطلع عندي القيم بشكل كيرف، شلون هسه بشكل كيرف حيطلع لي عندي مو كقيمه، انا تطلع لي بشكل كيرف او تطلع لي كقيمه. أو يطلع لي كقيمة طلاب. هسه عندي طلعت فولتيتي المتسعة سالب 11.25، قلنا شنو السالب؟ مو معناها فولتية بالسالب، لا، اتجاهها بالأسفل. أنا أحتاج بالجدول، ما أحتاج إنه أسجل قيمة الفولتيتي المتسعة، أحتاج فقط أسجل قيمة التيار. قيمة التيار هنا 0.0056، أسجلها مباشرة 0.0056. هذا هو عندما يكون مصدر قيمة الفولتيت يعطيني بالسالبي. احنا شو نسوي حتى من بالعملي من نربط بالاميتر، اذا جربيه بالعملي من نربطه يطلع عندي قيمة بالسالب، شو سواني؟ اش اغير؟ اغير الاقطاب، واضح؟ حتى ناس طلاب حتى القيمة هسه بالجدول بدي اكتبها كقيمة موجبة، هاي 0.0056، واضح؟ فعندي كل قيمة كموجبة نكتبها كقيمة. هسه الفولتية المصدر غير المصدر فولتية السورس إلى 50 مرة ثانية، 50، وأيضا ران أشغلها. هاي تلاحظون طلع عندي طلع لي ككيرف للتيار الفولتية أو كقيمة أحتاجها أنا. هنا أيضا طلع عندي فولتية المتسعة 22.5، قيمة التيار الـ I1 هو 0.0112. مرة ثالثة نغيرها إلى 75، هاي 75، تلاحظون يتغير عندي مباشرة، وطيها ران تغيرت عندي، صار فولتيت متسعة 33.78، قيمة التيار 0.0168. آخر أنا فولتيت المصدر أسويها 100، هاي 100 فولت تحولت إلى 100 فولت، وأطي ران أشغلها ران سيموليشن،
طلعت انا عندي فولتيتم التسعه 45.04، وقيمه التيار 0.0225. هذا هو طلاب، هي الجدول صار عندي بهذا الشكل، كملت الجدول. هذه الدائره، بعد ما اكملها الدائره صار عندي جدول كامل، طلعت القيم. فهذا اجي البروسيجر، خطوات العمل. الخطوه الاولى انه بنيت كونستراكشن للدائره باستخدام برنامج باور سيموليشن سوفت وير. الخطوه الثانيه هاي تسوى كنظريا، تحسبوها انتم بالتقرير، تجي تحسب التوتال امبيدنس الزت من خلال هذه المعادله في اس على اي 1، فانا اخذ الفولتيه على تيار، هذه الفولتيه السورس على التيار، تطلع عندي الزت عند كل قيمه. ثم احسب الزت توتال نظريا واقارن بيناتهم. النقطه الثالثه من خطوات العمل هذا اللي هو اجد قيمه التيار الاي 1، انا حسبته ما يحتاج سويت يعني بالتقرير، هو هذا جدول كامل. النقطه الثالثه انه يريد يحسب او يجد التيار الاي 1، انا عندي كامله، هذا تيبل 1 جدول الاول. النقطه الرابعه ترسم الفيزر دايجرام بين الفولتيه والتيار، هذا الفولتيه والتيار، وتقارن بيناتهم. الخامسه تحسب الريل باور والرياكتيف باور، البي والكيو، القدره الحقيقيه والظاهريه. واخرا عند الدسكشن. بس قبل هنا اخلي التقرير عندي يكون بشكل كامل، انه لازم اخلي الدائره سيركت، وهذا سنيبينج، اروح للدائره، ما يحتاج ارسمها مره ثانيه. هذه الدائره اقطعها كات واخليها بالتقرير. ترسم ورق بياني، ورق عادي. طلع هذا التقرير بقى تقريبا صار شكل كامل، يعني بس تحدته، يعني لا تسوي خطوات عمل، لا ترسم الدائره كلها كامله، اما تريد يعني تسويها على الفورم تمشي، او تكتبها كتابه. هاي كامله صارت عندك تقرير كامل. نجي على الدسكشن. النقطه الاولى تجد الريكتانجولر والبولر، مو حتحسبنا الزت، الزت بيها شنو قيمة؟ هنا الزت عندك، هنا الزت وهذه الدائرة، الزت شو تساوي؟ R زائد أو ناقص جي اكس سي، القيمة الحقيقية والخيالية للمتسعة. تحسب الريكتانجولر قيمة حقيقية وقيمة خيالية، والبولر بالحاسبة حولها بولر، أنا عندك البولر على مود تحسبه كقيمه وزاويه للتوتال امبيدنس. هسه التوتال امبيدنس من هذه الدائره مباشره هنا عندي انا القيمه الحقيقيه الار هي 2000، وعندي هنا قيمه المتسعه السي، خل ارسم هنا عندي، هذا هو الزت، شو يساوي؟ ار زائد جي اكس. ناش عندي انا قيمة المقاومة 2000، بما انه عندي متسعة اكس سي، فالاكس سي هذا هو قانونه 1 على 2 باي اف سي، الاف هو 50 التردد، المتسعة قيمتها 1 مايكرو فاراد، الاف 50 هرتز. اقدر مباشرة احسب الاكس سي، يطلع عندي اكس سي معلومة، الاكس ال زائد، اما الاكس سي ناقص جي اكس سي، هذه القيمه كريكتانجولر، قيمه حقيقيه والقيمه الخياليه، هنا يطلع لي ناقص جي وقيمه الاكس سي، خلينا فرضا نقول 10،
فهذه القيمة الحقيقية والقيمة الخيالية. البولر حول هذا الألفين ناقص جي الإكس يحولها إلى بولر تطلع لي قيمة التوتال إمبيدنس كقيمة وزاوية البولر. النقطة الثانية من الدسكشن أشتق أو أبرهن إنه هذا الإكس سي يساوي 1 على 2 باي إف سي. شلون صار هذا؟ أكو الاشتقاق له. هذا هو طلاب هذه التجربة بشكل مختصر. النقطة الثالثة تركتها. أوكي. ليش بالسالب؟ هذا ناقص زد ويساوي R ناقص جي اكس سي ناقص جي اكس سي. الار هي 2000، الار هي 2000 او 2 كيلو اوم. الاكس سي ما عندك انت الاكس سي، انا ايش مطيك بالدائره؟ مطيك انا سي. احسنت، تطلع عندي الاكس سي. هذا هو الريكتانجولر النقطه الاولى. با اخويا حطيك هسه مثال اكزامبل بسيط، حطيك يا قيم هسه خلينا نفترض فرضيه انه قيم طلعت لك الزيت الفين صح ناقص جي الاكس سي. نحلها، خلينا نحلها قاعد تطلع عندنا، خلينا نقول فرضا طلعتك عندك 20 تمام. شلون 20؟ هسه اقول لك اجيب الحاسبه اصفرها. الاكس سي شو يساوي؟ 1 هذا القانون، هاي 2 هذا الباي، في شنو؟ في التردد 50، في 1 مايكرو هاي 1 في 10 ناقص 6 سنت. ايش قطع على الاكس سي؟ طلع عندي قيمتها هذا شوفه 3 183 عفوا الصفر 3183. فهاي صار عندي انا القيمة الحقيقية، هاي القيمة الحقيقية، هاي الزت يساوي الار هي 2000 هذا احسبها ريكتانجولر ناقص الجي، يبقى عندي الجي وعرفت شنو ناقص. ليش ناقص؟ لان عندي متسع كباسيتر، اما دام لف فتكون زائد. قيمة الاكس سي قد قيمتها؟ 3183. هذا هو ريكتانجولر، واضح؟ البولر شلون طلع البولر؟ البولر شلون؟ هنا عندي بالحاسب ايضا كالكوليتر، هاي شيفت، هاي صفرة بالبداية شيفت، هذا البولر 2000 قيمة الحقيقية فارزة. ايش طلع عندي؟ لا انسى ناقص، مو اكتب موجب، طلع عندي ناقص الإشارة، صح ولا لا؟ مال القيمة الخيالية، القيمة الحقيقية موجبة 2000، أما القيمة الخيالية ناقص ايش قلت؟ 3183 لين متسعة. أوكي؟ أحسنت، فما أنسى هاي الإشارة، ما أنساها من أحولها للبولر. هذا البولر يساوي طلع عندي هذا القيمة، هاي الآر تشوفها 3759.18 هاي القيمة، أما الزاوية طلع عندي ناقص 57.83 أو 0.85، هذه الزاوية الثيتا سالب 57.85. أوكي؟ النقطة الثانية من الديسكشن، امشوا على الفورمة، امشوا على الفورمة، النقطة الثالثة ما احتاجها، ترك النقطة الثالثة، امشوا على الفورمة اللي هي سحجزكم اياها بالكلاس. النقطة الثانية ابرهن او اثبت انه الاكس سي ليش 1 على 2 باي اف سي؟ اذكر هذا السؤال للمرحلة الأولى، قلت لهم على هذا الموضوع. طلاب مختصر لهذه التجربة الثالثة بشكل سريع. اما تكتب التقرير على الفورم تمشي، تكتبه طباعة او تكتبه بخط يد.
بس بشكل واضح، هو طلاب دزول بخط يد بس بشكل يعني جدا رائع، والواحد ذكرت مثال. هذه الواجهة الأولى، التجربة الثالثة سيريز آر سي سيركت. الواجهة الثانية الأوبجكتيف، تكتبنا الهدف من التجربة إنه أجد علاقة أو أفحص العلاقات الريليشن شيب بين الفولتية والتيار، وأنت كمل أيضا بعدها مع الأوبجكتيف الهدف. البروسيجر كامل أنا كاتبة، النقطة الأولى ما يحتاج تربط أنت تبني الدار، أنا بنيتها ما يحتاج تبنيها مرة ثانية. استخدام يا برنامج باور سيموليشن بي ساين سوفت وير. النقطة الثانية لا، تحسب التوتال امبيدنس البي سي على اي 1 عندك من خلال جدول، هذا عمليا، والنظريا ايضا تحسبها وتقارن بيناتهم. النقطة الثالثة ما يحتاج تشتغلها لان هو على جدول يتكلم انه تجد الاي 1، انا حسبت الاي 1. النقطة الرابعة ترسم الفيزر دايجرام علاقة بين الفولتية والتيار. الخامسة، النقطة الخامسة تحسب كالكوليت القدرة الحقيقية والظاهرية. والدسكشن قبل شوية سحليت نقطة لزميلكم قمار ركتانجولر والبولر الزد توتال، هاي الزد توتال عندي علاقة الربط توالي فالآر ناقص جي اكس سي اكس سي فأحسب الزد توتال ركتانجولر وأحولها إلى بولر تطلع عندي قيمة الزد توتال كقيمة وزاوية بالبولر وكقيمة حقيقية وخيالية بالركتانجولر. النقطة الثانية أبرهن أو أثبت الـ XC يساوي واحد، عفوا خلي أغيرها، واحد على 2 باي FC. هذا هو طلاب التجربة الثالثة، انتهت التجربة الثالثة اللي بعنوان RC Series Circuit. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء.